لكن هدي أنا كلاهدو أفريقيا أنا وقت صارق هذا يحفل دي حري سومالي دو حق أي سيسا أو إليسا حسن توب يفرتو بالبلار لكن ذلك جري وحمد حوين ما وتطبيع قرن دبي وأنير أو كريم ذا يكر رأكتي دادي سنة إمن كأكون تنعفتي وفنان قال له رجع لي هاي أفريقيا وحلي هذا قرن دبي وأوتر سمايا مدح وإني مدى دلك جنين أيو ترتمايا لكن نكا سياك الشيكين أيو إمن كجيم كأيو قادا أو جيم كو عيارة وحوصد ديارنا يا مستر قرن دبي إنو عيل والواليد أور كناميو أما أوجيل كناميو قبان دوغو سلك وين دلك أي مريكوستي فرتوم بالبلار كأفريكا أيو قرسلي مركاسي جيم كجيسي ساسول ليها مرقية وسأوفر ليا كرن دبي نكاسي شعب كيسو من يجيبين هم يجيسو ما يرى ما نرح جبيري لا ما نيسن بسم الله الرحمن الرحيم قبلنا الدار على سوق ضبطها أنا ذكبو هيانا وحا كمدا ها حلبان مصطف نحرو او حالك وعلى ركن يا مقدسك دي مركي وكنا واقعين ويا مشرح يسقوا حفلة دي ساعة كنا واقعين مشرح لما أنا كسر قيب قليه ضد كي يقو على سنة مجال المقدسو عيالك حافظة تاس او كان يشاك حساسية فرتون بالبلار كي يسقى كذا يا يمت حسن طوبة حليلية كان نغضي ما تغنى فنانين وحفر كمدي هكا هيسي عيالك حافظة شلي حمد بلنا هيس او قادي وحين نغط الشيكي يابله او مقفك حكمت له أما عقلي قال مركو وفيريو أو أدقو رياقيو لكن كنا واقستا حلكا مش راح نمد محلو صوماري أي مصطفى نحلو وحاو هردو دي ذا حري حصل على غيره أو يسكو ينجفو هوسي ولي بها برع عينا مركا لغا صوتاكو واني من آذن أرقالا والله واني مو ولا لا حلني بان نمد يا لوكا الأردية مدحو نمد لسكو هايستا مصطفى على نحلو وكما محاد كتاقانا شاكاً كاقا هيا برنامج كلا صعو لكن قضوا بدا كاليه ايه عاكو سو قادر ايو قبنا الدار على سواحة كميدة حاسة على غيره ايه احمد نور على الجمعة عليه او كل ميا مقالة اسطنبول ايه دالك التركيقة لعاك فربضان باي احمد سعودي ايه احمد نور على الجمعة على كوب بحين ايان ان حاسة على غيره او نغض مدحوينها الصوماليا محاكسو قالي كان احمد نور على الجمعة عليه انو حاصر على غيره لعقل قرب استاغو ونكهي ليو كومي لسو هالقمي الشركة دي سبت بادي شركة اللي كاكا هيا تاسنا لكن هدي عنا اكلا ادو افريكا اني وقت صالق اضاني حفل دي حري سو مالي دو حا ايا سيسا او ايلي ايسا حسن طوب يفرتو بالبلار لكن دالك جيني وحا مدحو اني موتا طبيا قرن دبي وانير او كوريمو دايكا رياكتي دادي سنة إمن كأكون تنعفتي وفنان قال له رجع لي هاي أفريقيا وحلي هذا قرن دبي وأوتر سمايا مدح وإني مدى دلك جنين أيو ترتمايا لكن نكا سياك الشيكين أيو إمن كجيم كأيو قادا أو جيم كو عيارة وحوصد ديارنا يا مستر قرن دبي إنو عيل والواليد أور كناميو أما أوجيل كناميو قبان دوغو سلك وين دلك أي مريكوستي فرتوم بالبلار كأفريكا أيو قرسلي مركاسي جيم كجيسي ساسول ليها مرقية وسأوفر ليا كرن دبي نكاسي شعب كيسو من يجيبين هم يجيسو ما يرى ما نرح جبيري لا ما نيسن لكن محيكا نغانتهي كرن دبي عنو صلافتي
إن حفلتي مشرح مصطفى شعال دحلو أي فرتون بالبلار كهيستو أو أي ولي ما يتريهدو أريضا إن دمانتين واني سلامي إنت كسوقي بقشي حفلة دا مشرحة مذهبينا مصطفى دحلو ونين آد وفيعن إيمانت عن إيه كرنو مذهبينا نما أو أشرحان وانيك كلي إيه أنا كعن دوران كرنو وانيك كلي إيه دوران كران شعبك أنا جو إيه حلوانة فرتون عمر علي فرتون بالبلاركا دمانت أنا وحن أتاجنا هاي مشرح مذحوينها إن نوعذينه هل كان مانت مو أمان الدليل وحن أماني حقيقة هذا أمها سنتين مذحوينها وأمها تعلنا يا سوا فرتون بالبلاركا مركا الله في ريو فرتون بالبلاركا أفريكا وحبس بالدوريان تاسا كبلارن وكسل بلارن وقبر شعبي الله مصف نحلو وحو سمي وحيابا يابله وعلى وحيابا اللغة بهاي هاي نكي هقامية هاي أفريكان كاهي إنو فهمه مصطف وحو دي رجلي نالي يرني مقال المقصوق وعنصر أما بلبلار كاها أما شرم بوي هاها أما حستوب هاها أما متقانا يكتم اللغو هايا تحيل كمكو هايا سيل لغو هايا ويرت وحو الرجل كلا ماشا إيجوب واتلاوة وناكسن وأنو آد إيسو جيزتي تلاوة وناكسن أو آد إيسو جيزتي مصطف وحو كلا ماشا كساري تيفي يدي لعكتا بدن قادن اي وحو ويرت رجل يقو عانسانا براها برشدة أو تبي براها برشدة فيسبوك يوتيوب كي انستغرام كا iyo snap chat iyo tiktok asaga haysta maanta maqaayada isaga u shaqaynta ninka odaga waxa weeye marka waxa soo qaadanaya ninkan yarka ah ee daayso weyntee hadalkaba aan karin ay afrika oo dhan ay waata oo caalamka oo dhan laga wata ninkani garan dabiil leeyahay ee cilanka ah ayaa madaxweynnimadii lagu taageerayaa inuu u tartamo afrika oo gini madaxweyne ka noqdo lagu taageerayaa لك الصوماليين ده حياسي أنا حسيت طب وعارف ما ظهرنا ماسترن علم هذا ماسترن عطك سوق سوق جاري يفرطون بالبلارك أي الله يسي جبنا عنا جبنا ري إيفري كوستي فرطون بالبلارك إيفري كوستي فرطون بالبلارك إيفري كوستي أنا ما كأي ما كره ما كأي ده كمان واقع كنا ما كره وحي قوة تمد إيفري كوستي إنه جوستو جرندبي إلين كاير إيريجني إيدي تجلس waxa laga qeyliyay yirtay qolay oo qeyrtahay gabadhaasi imanka ninkaasi caan bay ku noqotay ba way si laba qaraxday balbalaarka every coast way si laba qaraxday marka adduunku saasa qofka loo garab istaaga niyada loogu dhisa loo waxeeya inaga laakiin qofkii baba caayneynaaba maxuu yahay xasatoob maxuu yahay bal waa top daad waxa waa indhaha shacabka muqdisho waa maweeriyaasha bulshada inaad mad ninka dagaal ogaha taageerto waxa kaga wanaagsan inaad taageerto midka dadka iyo deegaanka wax u qabanaya ee ciyaalka xaafada ah mustafa dhuxlowna wuxuu sameeyay talaabo la yaab leh wuxuu ogaaday TV-da inay saacad daawo TV-da ilmo daawato mugt TV-ga lacag baa lagu bixiya anuu waan TV goormay ugu dambeysan daawado anuu wixii aan baahanahay waxaan ka daawadaa Facebook ama YouTube ka daawadaa TV ma daawado marka asaga maxuu ogaansaday YouTube riski Facebook riski iyalka TikTok Snapchat ka wuxuu sameeyay sheeko mucjiso ah dadku waxay rabeen inuu kaaso odayaal xun oo duqoobay iyo kuma xun oo sheeganaaya xilal iyo intaas oo fariisiyay iyo iyo kuwa laga dalbo meelo kale iyo fanaaniinta qurbaha laga keenay iyo may kuwaana xaq leh Mustafa wuxuu muujiyay inuu yahay xildhibaanka ciyaalka xaafada anuu ogtiis ku siyaasad muujiyay Mustafa laakiin Mustafa ay kaga waramaya Mustafa musharaxnimada uu ku dhawaaqay Mustafa musharaxnimada uu ku dhawaaqay wallahi wa billahi oo talaahi waxay ka yaabineysa xasa cala qeyr xale muusi xawaaba
marka oo mashruucnimadiisa hadda ku dhawaaqay tartamayna wareega koowaad waxa idin sheegaya 36 ilaa 40 xil dhibaana oo codaynayso sababta idin sheegaya Mustafa wuxuu kamid yahay ragga dhalinyarada ah ee baarlamaan ku jira kuwa ugu aqli badan waa nin ciyaalka xaafadda ah waa nin deeq iyo deynba meesha ka keeno qofka dhiban ee saaxiibada yihiin ama ciyaalka xaafadda u gargaara oo wuxuu ka soo wajisto siyaasi aniga kama hadlay arrimaha siyaasadda iyo wax iskale kama hadlay rag buu dad buu samaystay gabdho buu samaystay rag buu samaystay ciyaalka dhan iyo dhalinyarada taagan yihiin baarlamaanku jumlo ku dhexleeyay kula dhex lahaa doona wareega koowaad 36 ilaa 40 ayaan hubaa oo garanti ah oo ogaan doontaan haddii asaga oo isaga talaasulin wareega koowaad 36 ilaa 40 buu ka wareegayaa oo la hubaa hadduu yaatifulka heysto oo xoogaa yartaa heli hadduu heli karana oo codaga xoogaa meel u taalo na dee waa asaga madaxweynaha saasuu madaxweyne ku yahay xasa cali qayri waxyaabaha ku dhaca waxaa kamid ah inta uu xilka hayo saaxiibba samaysan kibir dadka yasmo bahdil waana sababta maanta nin aadan uurgaalla ah oo liyaad musa shiicali dhuxlow uu madaxweynenimo soo sharax ka warama ninkii jufadiisa hoose ahay walaalaha ay ahaayeen ayaa ma dhinta ninkii xasa cali qayri mase ma dhima waa dhimta marka waxaan leeyahay hambalyo muusa shiicali dhuxlow hambalyaan leeyahay furtu balbalaarka hambalyaan leeyahay xasan toob waxaan leeyahay hambalyo ninka shida magaalada ee damiyaa tahay waxaan dawud xafar hambalyaan leeyahay xabdibilin hambalyaan leeyahay inta xala ka qayb gasha ee ciyaalka xaafadda iyo youtube buriskii waxaan leeyahay kulligiinba waa maasantihiin xala magaalada waa shideen waxa weeya inagu waa inaan dadkeenna qiimaha uu leeyahay ee dhiirigelinta waa inaan garab joogsanaa bal fiirsa ilaah baa idinku dhaariyee garan da b shaqada sugaysa garan da b iyo damaciisa bal isugu fiiriya ceel walwaalid ayaa la rabaa inuu geel ka dhaamiyo ilaah baa idinku dhaarshay bal alaabtaa fiiriya ma garan da b halkaan miyuu ceelka shubi karaa shaqadeenaa sugaysa bal fiiriya haddana moolalkiisa ma xuma haddana moorkiisa waxa waa ka jiim tagay ee madaxweynimadiisa lama xumo masharaxmadiisa waa kan sidii madaxweyne loo soo waxaynayo dadkan waa heesa heesiisa baa la jecel yahay fartuun balbalaarkiisa wax uga sheegi karnaa xasatoob say uga sheegi karnaa gini kale waataa every costina balbalaarkaani waataa balbalaarkeenna balbalaarkaa dharka caalamka xayeysiisa see balbalaarkeenna yaa wax ka sheegi karaa balbalaarkeenna qof wax ka sheegi karta male she's the best one waa best one waa comedian waa fanaanad ninka waa youtuber dadku soo saaraa meeqa qofaa naqaanaa maanta xastoob uu soo saara oo caan dadka soomaaliyeed ma abaal celiyaan qof bashaqay qabataa xastoob nin baasha qamri cabaa uu soo saaray wuxuu ka dhigay youtuber buu ka dhigay koola mid uu qaab keenay youtuber buu ka dhigay qof baaga muuntaa soo qabtay youtuber buu ka dhigay dee inuu xas inuu mustafa dhuxlow xusho waxay ka mid tahay dhiirigelinta looga baahanya dadka aan wax garan waxaad yeesaysaan qofka u baahnaa garaqooshada waxaa la yidhi dadku nin quraac heli karay qado ugu daraan waxaa la yeesayaa ninkii dadka soo saarayay iyo gabadhii soo saarayay iyo dadkii ay maaweelnayay waxaad rabtaan kuwii qurunka ahaa ee musuqmaasuqa iyo dulnimo ka shaqaynaya waxaad rabtaan inaad buunbuurisaan kuwii lacagta haysta lama rabo kuwaan la rabo in la buunbuuriyo ninka musharaxaana taasaa looga baahanya marka waxa weeye garan dambi waxaa leenahay allaha ku fuday maadho hool culus ee ku sugaysa ceel walwaalada inaad geel ka dhaamisaahay wax sahlan ma aha balbalaarkay waxaa leenahay adiguna waa nimcaystay waayahan barafkaaga iska dhuuq xastoobna waxaa leenahay halka gabar ee ugu shidan magaalada muqdisho noo soo sheeg waana waashi gabar kasta watana ugu shidanaysa magaalada muqdisho u shidan ee xidigta qaaday mid ku adkayso nacalaashiidaa ku yaalay mid ku adkayso shiil culay iyo makaylena waxaa leeyahay war waa habsaanteen oo xasa cali qayrad ku habsaanteen tiim mustafa dhuxlow soo raaca wax idinkaagaroon arki maysaan marka qodobada hadaan calasow qodobadaasi waxaa soo raacaya qodobo kale oo ku saabsan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo fahad yaasiin oo hoosta ka xariiqaya oo xaqiijiyey in xildhibaanada ay rabaan iyagu oo ay gacantooda ku qortaan ay uga soo baxayaan galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle sidaasay waxay naawilayaan inay yihiin dadka madaxweynenimada u tartamaya inuu maxamed cabdullaahi farmaajo ku soo laaban doono
waxaas ku adkaan doonta qorqor in sida uu rabo uu ka yeesho kuraasta gaalkacyo inkastoo aan la ogeyn in mataqaana gaalkacyo tirada ay dhammaan doonaan waxaa ka soo baxay tirada mataqaanaa saameynta ay leeyihiin lama oga waxaa kaloo uu ku go'i doonaa oo dhib ka soo raacaya kuraasta cayr iyo saleebaan iyo dir iyo murusade ee dhuusa mareeb mari dhiigle halkaa furanaya mari dhiigle soo qorshahaya mari dhiigle halkaa furanaya intaa haddii aan qodobadii muhiimka ahaa ee qobanaha aan mataqaanaa ku qaadaa dhigay waxa aan raacsanayaa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada galmudug gaar ahaan reer mudugu inay aayahooda ka tashadaan inayna biirqaatnima ku soo laaban in maayarka cusub wax loogu baahan yahay cashuurta dhaqaalaha ka soo baxa gobolka mudug uu ka hormariyo mudug uu ka hormariyo gaalkacyo cashuuraadka inuu siiyo askarta daraawiishta iyo inuu ciidanka dowladda dhex ka socda meesha ka saaro dhaaricas wuxuu leeyahay ragganaaxay dadkii naaxi waayey waa nacab qarsoon ka naxayn geyiga nacas iyo duqmowna moodaya ninka naaxay laga naaxi waayey waa nawr siiya nabnigu habsada waa nabar ku yaal noloshii iyo bulshada qolna si xun bay u noqdeen hormuud ragga naaxaye laga naaxi waayey nimcadiin sadkee naga leexsadeen naaskii hashay gaar u nuugayaan nacas iyo duqmayna moodayaan ragga naaxaye laga naaxi waayey haa biqlayso.